بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي العميد رايان دالن أن تنظيم داعش يخسر نحو 500 مقاتل يوميا، مؤكدا أنه تم تحرير 6 ملايين شخص من المدنيين من قبضة داعش على مدار السنوات الماضية. وأضاف المتحدث باسم التحالف الدولي أنه تم تدمير شبكات داعش وتقويض قدراتهم على التمويل، بالإضافة إلى تدمير مواردهم النفطية. بعد الحرب الكلامية ولغة التهديد المتبادل بين الرئيس الأمريكي ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قالت بيونغ يانغ إن حربا نووية قد تندلع في أي لحظة. وقال نائب مندوب كوريا الشمالية بالأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تدعم القضاء الكامل على الأسلحة النووية وجهود نزع السلاح النووي في العالم بأسره. أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية إحراق 288 قرية بالكامل أو جزئيا تابعة لمسلمي الروهينجا من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية في إقليم أراكان غرب البلاد منذ 25 من أغسطس الماضي. ونقل تقرير المنظمة الدولية أن هذه الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية هي الأحدث وتظهر سبب فرار أكثر من 500,000 من مسلمي أراكان إلى بنغلاديش. يتوج الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الطالب بطل التحدي الأول في الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي والمدرسة المتميزة على مستوى الوطن العربي. واختتمت اليوم التصفية النهائية للطلبة الأوائل على بلدانهم، حيث خضعوا لاختبارات أخيرة شفهية وخطية أمام لجنة التحكيم على مدى يومين، وذلك وفق معايير خاصة لاختيار 3 طلبة منهم يتنافسون أمام الجمهور على لقب بطل تحدي القراءة العربي بنسخته الثانية. كشفت تقارير صحفية ألمانية عن البدلاء المحتملين لخلافة الهولندي أريان روبن والفرنسي فرانك ريبيري نجمي بايرن ميونخ. وبحسب صحيفة سبورت بيلد فإن الثنائي جوليان برانت وجوليان دراكسلر نجمي بايرن ليفركوزن وباريس سان جيرمان على الترتيب هما الأقرب لخلافة الثنائية. رصدت عدسات الكاميرا الأميرة كيت ميدلتون قبل مغادرتها بالقطار القديم وهي ترقص مع دمية الدب بادينغتون أثناء ظهورها المفاجئ في حملة خيرية مكرسة للأطفال برفقة الأمير ويليام والأمير هاري. وظهرت الأميرة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الإعلان في سبتمبر أيلول عن أنها وزوجها الأمير ويليام ولي العهد البريطاني ينتظران مولودهما الثالث. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.